من أكبر الفرق الإفريقية، ولو يمر ب يعني بوضعية ظرفية. لم نختر يعني بظروف صعبة الوداد، واحترمنا فريق الوداد، رغم اللي احنا صراحة كنا متخوفين جدا من توقف النشاط بالنسبة لنا مدة شهر، وهذا كان أهم عنصر اللي كنا متخوفين منه، والحمد لله يعني قدرنا نخرج بالثلاث نقاط رغم الصعوبات القناة في آخر مباراة. واش فوز ديالكم دابا على فريق الرجاء الرياضي، واش نقولوا ان البطوله بدات كتحسم شيئا ما لفريق الجيش الملكي؟ لا خويا، مازالت لانه كنا نعتبروا كل مثل ما بدينا بدايه الموسم، كل مباراه نهائي لعبنا، نهائي اليوم، مازال نهائي المغرب الفاسي، ونهائي السوالم، كل شيء بعقليه النهائي، كلها مباراه صعبه، ما فماش فريق يعني سهل، وإحنا متحذرين يعني الضغط مرحبا به، متحذرين للضغوطات لكل شيء، يعني مرحبا بكل تواضع، جاهزين والأولاد، رغم أن فما صعوبات صراحة. شفتوا الإصابات اليوم، تقريبا 4 أو 5 إصابات بحكم التوقف، لكن نتعاملوا مع كل الظروف الصعبة. إحنا دورنا كطاقم فني هو باش نلقاو الحلول ولا نشتكي أو نختفي وراء المبررات، رغم أني متواجدة، لكن الفريق اللي عنده شخصية والفريق اللي رغم الصعوبات لابد باش يلقى حلول، والحمد لله لحد الآن الأمور متيسرة والحمد لله.